تحية طيبة أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة تاريخ الفلسفة. هذه السلسلة للمبتدئين، ويتم فيها توضيح الخط الزمني الفلسفي منذ بدايته وحتى الوقت الحاضر، مع شرح مبسط لأهم النقاط الفكرية لكل فيلسوف. حلقة اليوم معنية بالمقارنة بين الفيلسوفين بارمينيتس وهيراقليطس، وهما من فلاسفة اليونان القدامى في الحقبة القبل سقراطية. الجدال الفلسفي الذي بدأ على يد هذين الفيلسوفين جدال جوهري وعميق، لا تزال حتى الآن المحافل العلمية والفلسفية تتطرق إليه وتحاول أن تتبينه أكثر في هدف الوصول إلى الحقيقة. فما هو يا ترى هذا الجدال التاريخي الكبير الذي تعود جذوره إلى الفيلسوفين هيراقليطس وبارمينيتس اللذين كانا في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد؟ ابقوا معي وهيا بنا لنبدأ. بداية، كان هيراقليطس وبارمينيتس معاصران لبعضهما البعض زمنيا، لكن هناك خلاف وجدال حول هوية الذي كتب أولا نهجه الفلسفي وأي منهما رد على الآخر. البعض يقول أن هيراقليطس كتب أولا ثم جاء بارمينيتس ورد عليه، والبعض يقول العكس. لا نستطيع أن نعرف بشكل مؤكد من الذي بدأ أولا ومن الذي قام بالرد على الآخر، لكننا نستطيع وبثقة التأكيد على أهمية هذين الفيلسوفين وأهمية القضايا الفلسفية التي نوقشت في زمانهم والتي شكلت البذور والبدايات لكثير من المدارس والمذاهب والتوجهات الفلسفية فيما بعد. قبل البدء، لمن يتابع معي السلسلة من البداية يعلم أني تحدثت عن كل منهما كل على حدة في حلقات منفصلة. سأترك روابط الحلقات بالوصف، لأني في حلقة اليوم سأقوم بالمقارنة فقط من دون توضيح وشروحات، لأني سأكون مفترضا أن المتابع قد شاهد الحلقات الخاصة بهذين الفيلسوفين. لماذا بارمينيتس وهيراقليطس معا؟ لأنهما يمثلان صورة الصراع والنزاع الفلسفي في أوجه في الحقبة قبل سقراطية. الجدال الذي اكتنف تلك المرحلة الزمنية لا يمكن تجاهله، لأنه كان البدايات الأولى لأعتى القضايا الفلسفية. والمقارنة بين هذين الوجهين المتعارضين هم حقيقة تعارضوا في الكثير، مع وجود بضعة التقاءات هنا وهناك سنتبينها خلال الحلقة. المقارنة بينهما هي بمثابة تعلم كيف نتعرف على الشيء من خلال تبيان الضد والنقيض. والآن لنبدأ. في معرض دراستنا لبدايات الفلسفة عند الإغريق، رأينا كيف كان فلاسفة الطبيعة الأوائل طاليس وأنكسيمندر وأنكسيمنس يبحثون عن جوهر الوجود وأساس الكون، المادة الأولية التي تؤلف كل شيء ومنها تتشكل الأشياء. طبعا تعرفنا كيف توصل طاليس إلى قوله بأن الماء هو الأساس، وقال أنكسيمندر بأن المادة هي مادة الأبيرون، المادة اللانهائية والتي لا يمكن تحديدها، بينما أنكسيمنس قال بأن المادة هي الهواء. المقصد هنا ليس تبيان نتائجهم، وإنما تبيان طريقة تفكير فلاسفة اليونان القدامى وعن ماذا كانوا يبحثون. على ذات السياق، كان بارمينيتس وهيراقليطس أيضا كلاهما بحثا في أصل الحياة وأساس الوجود، وكل منهما قدم رؤيته الطبيعية والما وراء الطبيعية في هذا الصدد والخصوص. نعم، هيراقليطس وبارمينيتس كانوا من فلاسفة الطبيعة، المادة كانت موضع بحث أساسي عندهم، لكنها ليست الوحيدة، لأنه عند كلا الفيلسوفين هناك توجه ما وراء طبيعي، هناك توجه ميتافيزيقي. بارمينيتس قال أن أصل الوجود هو الوجود نفسه، وتكمن رؤيته المادية في أنه قال أن لهذا الوجود حيز ما يشغله وأن له شكل كروي. أما هيراقليطس قال أن أصل الوجود هو تناغم الأضداد وتلاحمها، هو التغيرات التي تفرضها تطابقات الأضداد. وتكمن رؤيته المادية في أنه قال أن مادة النار هي أساس كل الوجود وأساس كل شيء، ومنها تنبثق الأشياء وإليها تعود. حقيقة الوجود عند بارمينيتس أنه موجود منذ الأزل وإلى الأبد، ساكن بالمطلق وثابت بلا حراك وبلا تغير، وأنه قائم بذاته وممتلئ بذاته، ليس فيه نقص ولا يجزأ، وكل جزء منه يحتوي على ذات الكم منه.
أما حقيقة الوجود عند هيراقليطس فهي أنه كان ولا يزال وسيبقى إلى الأبد نارا حية مشتعلة، وأنه نشأ بذاته وقائم بذاته وهو متغير أبدا، ليس ثابتا ولا حتى للحظة، تغيراته المستمرة هي عين وجوده، وهو إذ يتغير فلكي ينوجد، التغير هو أساس الوجود. أنكر بارمينيتس التغيرات وأنكر الحركة، أما هيراقليطس فأنكر الثبات وأنكر السكون. أما بالنسبة للحواس فلقد أهملها بارمينيتس بالمطلق ولم يثق بها، واعتبرها خداعة وكاذبة، وأنه لا يعتمد عليها في الحصول على الحقائق، لأن كل ما ندركه بحواسنا لا علاقة له بالحقيقة، وكله وهم وخداع. وأكبر هذه الأوهام هو وهم التغيرات، فالتغيرات لا تدرك إلا بالحواس، وبالتالي التغيرات لا علاقة لها بالعالم الحقيقي. أما هيراقليطس فقد وثق بحواسه واعتمد عليها، وقال بأنها وسيلة وأداة، وهي لا تخدعنا إلا في شيء واحد، وهو أنه ترينا ديمومة مؤقتة للأشياء، لكن الحقيقة هي أنه ليس هناك ديمومة في الأشياء ولا حتى ديمومة مؤقتة، لأن الأشياء في تغير مستمر. حتى لو لم تدرك الحواس هذه التغيرات، التغير قانون وحاصل بشكل مستمر. الحواس عند هيراقليطس لا تدرك الحقيقة، لكنها وسيلة وأداة، والعقل يستطيع أن يحلل إدراكات الحواس ليستخلص منها الحقائق. الحقيقة تدرك بالعقل فقط. طبعا بارمينيتس كذلك قال ذات الأمر، وقال بأن الحقيقة تدرك من قبل العقل فقط. ولكن عقل بارمينيتس قال شيء وعقل هيراقليطس قال شيء آخر. حقيقة بارمينيتس غير حقيقة هيراقليطس. حقيقة بارمينيتس تقول بأن الموجود موجود والغير موجود غير موجود. حقيقة بارمينيتس التي توصل إليها بعقله تخبره بأن لا يجوز المزج بين الوجود واللاوجود، لا يجوز المزج بين هذين النقيضين، لذلك توجب عليه أن يختار إما الوجود أو اللاوجود، وهو اختار الوجود، عقله اختار الوجود، أما حواسه فاختارت اللاوجود. وما بين الحواس والعقل اختار العقل بالمطلق ورفض الحواس بالمطلق، لذلك كان عنده الوجود موجود بشكل ساكن وثابت، والغير موجود غير موجود ولا يمكن أن ينوجد. أما هيراقليطس فالحقيقة عنده تفترض أن المزج بين الوجود واللاموجود أساسي وضروري للكون وللوجود وللحياة، وأن تلاحم النقائض هو الحقيقة الوحيدة في الكون والتي لا تدركها الحواس، وإنما يدركها العقل فقط، يدركها اللوغوس الذي هو حقيقة هذا التناغم بين الأضداد المتطابقة والمتلاحمة، الوجود حقيقة واللاوجود حقيقة أيضا. بارمينيتس اختار الوجود وأنكر اللاوجود، أما هيراقليطس فيختارهما معا ويؤكد عليهما معا. هيراقليطس اختار الحواس والعقل معا. هذه هي حقيقة هيراقليطس، والتي لا تلتقي في شيء مع حقيقة بارمينيتس، سوى أنهما كل واحد منهما يرى بأن حقيقته لا تدرك إلا بالعقل. أنكر بارمينيتس الحواس بالمطلق، أما هيراقليطس وثق بها كوسيلة وليس كمصدر للمعرفة. التزم بارمينيتس بمبدأ التناقض ولم يمزج الوجود واللاوجود معا، ولذلك كان أرسطو مقدرا هذا الاحترام ومعترفا ومقرا بوجود منطق عند بارمينيتس، وإن كان لا يتفق معه نهائيا بالنتائج، وقال بأنها تقودنا إلى الجنون. بينما هيراقليطس انتهك وبشناعة مبدأ التناقض ومزج بين الوجود واللاوجود، لذلك كان أرسطو مستاء من هذا الانتهاك الواضح. صدق أو لا تصدق، هيراقليطس كان أحاديا، بمعنى كان يقول بأن الوجود واحد، واحد متمثل في انسجام وتطابق الأضداد بعضها مع بعض. ومع أن بارمينيتس قد قسم الوجود إلى موجود وغير موجود، إلا أنه لم يعترف إلا بالموجود وأنكر اللاوجود بشكل مطلق وتام، لذلك يقال فيه أنه أحادي أيضا. يقال في بارمينيتس أيضا أنه أب للمنطق، لأنه منطق الأمور. أما هيراقليطس فيقال فيه أنه أب الأفكار الوجودية المعاصرة. الفيلسوف هيجل قال بأن بارمينيتس أول من أدرك أن الوجود هو العقل نفسه، وانتقده لأنه أنكر الحركة، في حين كانت حقيقة هيراقليطس القائمة على تلاحم الأضداد هي بذور فلسفة هيجل وأفكاره.
أفلاطون أعجب ببارمينيتس ولم يعجب أبداً بهيراقليطس. أفلاطون احترم بارمينيتس لأنه فرق بين العقل والحواس، لأنه اعتبر أن الفكر العقلي أرقى من إدراكات الحواس. في النهاية أفلاطون كان يؤمن بوجود عالم ثابت هو مصدر للخير والجمال، ولذلك من الطبيعي أن ينتقد أفلاطون فلسفة هيراقليطس القائمة على التغير. انتقد أفلاطون كل أفكار هيراقليطس التي تقول أن الوجود متغير وليس ثابت. وعلى النقيض المعاكس يقول الفيلسوف نيتشا إن فكر بارمينيتس مسكوب في قطعة جليد وليس في النار. طبعا يقصد بالنار هنا هو فكر هيراقليطس المتقد. نيتشا كان هيراقليطيسي الفكر، أعجب بهيراقليطس وتأثر به واستلهم منه. طبعا قبل الختام دعونا نقول عن وجود بارمينيتس أنه الوجود الكائن البينج، بينما وجود هيراقليطس هو الوجود الصائر البيكامينج. وكما هو واضح من نظرية هيراقليطس ظهر مصطلح الصيرورة الذي صار مهما جدا للفكر الفلسفي المستقبلي. وطبعا هذا كله ملخص شديد جدا جدا جدا، ولكنه يصلح للمبتدئين في عالم الفلسفة. وأنوه مجددا أنا لم أشرح شيئا في هذه الحلقة، لأن كل شيء مشروح بالتفصيل في الحلقات الخاصة بهذين الفيلسوفين، وأنا هنا فقط أبوب الأفكار وأرتبها بطريقة معينة تصبح بالنسبة لي على الأقل مرجع أعود له متى كان هناك حاجة لذلك. قبل الختام وتوضيح أواخر الأفكار، لا تنسوا أعزائي فضلا دعم القناة بالطريقة التي تجدونها مناسبة للدعم. اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بعالم الفكر والأدب والفلسفة وعالم القراءة بشكل عام، والتعليق إذا أمكن، لأن التعليق يساعد كثيرا في نشر الفيديو. والآن عزيزي المتابع، هناك سؤال هام أوجهه لك: هل أنت كائن أم صائر؟ هل أنت بارمينيتسي الفكر أم هيراقليطيسي الفكر؟ شاركني رأيك في التعليقات. هل أنت متفق مع الوجود الكائن الساكن عند بارمينيتس أم مع الوجود الصائر المتغير عند هيراقليطس؟ هذه هي جدلية الثبات والتغير في الفكر اليوناني ما قبل السقراطي. ومنذ ذلك الزمان بدأت الأفكار حول الكينونة والصيرورة، أو بمصطلحات حديثة أكثر بين الفعلية والاحتمالية، بين الواقع والوهم. هذا هو باختصار جدلية هيراقليطس وبارمينيتس. شكرا لكم لطيب المتابعة، لكم مني كل الاحترام والحب والسلام.